يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن من ذبح باسم المسيح أو الزهرة أن فيه خلافا، وقال إن شيخ الإسلام يرى التحريم، يقول: ما وجه الخلاف في هذا؟ الخلاف لا يعتبر في هذا، من ذبح لغير الله فهو ملعون، الزهرة أو غيرها، ونحن نقدم النص ولا ننظر إلى ما خالفه. نعم.